الأمن الجماعي يشغل بال رؤساء دول منظمة المعاهدة، المنظمة التي تعتبر تحالفاً سياسياً وعسكرياً لروسيا ودول الاتحاد السوفيتي، تبحث في العاصمة الأرمينية يريفان إلى جانب القضايا المحلية والدولية الملحة ملفات الأمن الإقليمي في ظل اتساع رقعة النزاعات وطغيان صراعات وحروب، ما كان له انعكاساته وتداعياته على بلدان المنظمة. فما هي الردود التي تطورها منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وماذا بحوزتها في هذا الشأن من أدوات؟ وما هو الموقع السياسي والعسكري الذي تتخذه منطلقاً وتركز عليه لصيانة قضايا الأمن الجماعي؟ وللحديث حول الموضوع معنا هنا في الاستوديو نائب رئيس رابطة الدبلوماسيين الروس الدبلوماسية الروسية أندري باكلانوف. مرحبا بكم معنا. قمة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في العاصمة الأرمينية تركز على ما يبدو في ظل ما تشهده المرحلة من تطورات وأحداث على معالجة قضايا وأزمات مختلفة، بما في ذلك ربما تطوير رد فعل فعال من قبل المنظمة تجاه ما يحدث. ما رأيكم؟ أعتقد أن حين قادت منظمة معاهدة الأمن الجماعي يلتقون في العاصمة الأرمينية يريفان، فهم ينظرون في قضايا خاصة جدا. فهذه المرة الأولى التي نتعامل بها في هذا التدخل المباشر لدول حلف الناتو في صراعا بالقرب من حدودنا. ونعرف أن السؤال الأول الذي نواجهه هو معرفة ما إذا هذه المنظمة ستعمل على تقييم الوضع الجديد الذي نواجهه، بالإضافة إلى الوضع الذي يعد خطيرا جدا لنا جميعا، وذلك على الحدود الأوكرانية، ولكن ليس فقط في أوكرانيا ولكن في بشكل عام على حدود منظمة معاهدة الأمن الجماعي. والآن نملك أكثر من 600 قاعدة أمريكية مستعدة لبدء بتعبئة جنودها لأي عمل عسكري مباشر، بالتالي الوضع خطير جدا. وهذا هو الحديث الأساسي الذي سنناقشه خلال قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في يريفان بأرمينيا. ذكرتم منذ قليل الوضع الجديد المتمثل بتدخل مباشر من قبل دول حلف شمال الأطلسي فيما يجري. هل تصنف روسيا ودول الحليفة لها في إطار هذه المنظمة ما يحدث بأنه تدخل مباشر من قبل الناتو؟ أعتقد أنه في هذه المرحلة بالذات نحن نتعامل مع تقييم للوضع، وأنا لا أعتقد أن سيكون هناك استجابة مباشرة من جانب المنظمة، لأن ما نفعله اليوم أي التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا كاف، وبإمكاننا أن نواجه أعدائنا. ولكن في حال كان التدخل الأمريكي وتدخل الناتو أكبر من ذلك، فأعتقد أن سيكون هناك اعتبارات جديدة لما يحصل أو ردة فعل جماعية جديدة لمثل هذه المخاطر. هناك انتقادات تتعرض لها المنظمة أو عملها بالأحرى، بما في ذلك من الجانب الروسي، فيما يتعلق بأن الدور الذي تؤديه روسيا في إطارها قد يكون أكبر من الدور الذي تؤديه الدول الأخرى المتحالفة معها. هل نحن بصدد إصلاحات ربما في إطار هذه المنظمة؟ هل هي بحاجة لإصلاحات؟
أعتقد أن هذا أمر طبيعي، وفي حال نحن قوة عسكرية كبيرة ونعرف أن حلفائنا ليسوا بنفس القدر من الحجم، لذلك من الطبيعي أن الدور الروسي أكبر بكثير، ولكن نحن نحاول اتخاذ هذه القرارات بشكل متساوي لتكون لصالح كل الدول الأعضاء بدون أن يكون هناك فرق بين من يملك جيشا أكبر من الآخر، فنحن نحاول أن نكون متساويين مع الجميع وبالتالي اتخاذ كل القرارات المناسبة 100% لندعم كل بقية الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وبالتالي نحن نعمل على بشكل متساوي لمصلحة الجميع، ولكن نعرف أن العقل العسكري أكبر لأننا نعرف أن روسيا هي القوى المهيمنة ضمن هذه المنظمة نظرا لحجمها. ابقوا معنا، وقبل أن نواصل حديثنا نتوقف مع ما صرح به المتحدث باسم المنظمة فلاديمير زين الدينوف، حيث قال أنه من المقرر أن يتبنى الاجتماع عددا من البيانات السياسية المهمة بما فيها بيان لوزراء خارجية دول المنظمة حول تعزيز الأمن الدولي والإقليمي والرقابة على الأسلحة ونزع السلاح وعدم الانتشار، إضافة إلى بيان أمناء مجالس الأمن القومي في الدول الأعضاء حول إدانة محاولات تمجيد النازية والنازية الجديدة والتطرف والتعصب القومي وكافة أشكال كراهية الغير. هنا نعود لحديثنا، طبعا أجندة كثيرة على ما يبدو على لائحة عمل وجدول أعمال هذه القمة وما يرتبط بها من اجتماعات، لكن هل هناك مساعي ربما لتطوير هذه المنظمة، منظمة معاهدة الأمن الجماعي، إلى هيكلية تشابه حلف الناتو بالنسبة للدول المنضوية في إطارها؟ أعتقد أن الفرق بين منظمتين سيبقى واضحا، وبالنسبة لنا هناك طابع دفاعي لهذه المنظمة، ونعرف أنه يجسد فعلا عمل هذه المنظمة، ونحن لا نعمل على توسيع نشاطاتنا، ونحن لا نعمل على مثلا بطء في بطء نريد التمثل بدول حلف الناتو، ولكن نعرف أن الناتو يوسع أنشطته من عقد إلى آخر، ونعرف أن الآن تضاعف عدد دول الأعضاء في هذه المنظمة أو بهذا التحالف، بالتالي استراتيجية الناتو مختلفة جدا عن استراتيجية منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وأنا أعتقد أنها خطيرة جدا ويبقى لديها طابع عدائي، فهي لا تتحلى فقط بتصرف اعتدنا عليه، وأنا أعتقد مثل هذه الاختلافات ستبقى في المستقبل أيضا. طيب هل ينظر ربما في نشر قوة نووية محدودة في إطار دول في هذه المنظمة على اعتبار مثلا بيلاروسيا تمثل الجناح الغربي للمنظمة المذكورة وأرمينيا تمثل الجناح الجنوبي، على غرار ما تقوم به دول الناتو في ألمانيا؟ قد يكون هناك نوع من الاعتبار السياسي، ولكن نظرا للجانب العسكري فلن ينطبق الأمر عليه، لأننا نملك صواريخ كافية ستطال كل الأعداء المحتملين لروسيا ولهذه المنظمة، ولكن المشكلة الأساسية التي نواجهها هي ليست مع الدول الأوروبية، ولكن نحن نتكلم عن الولايات المتحدة، بالتالي لأتمكن من الإجابة عن هذا السؤال من الضروري علينا العمل ضد الأراضي الأمريكية. أما فيما يتعلق بالدول المجاورة لنا مباشرة والتي هي قريبة منا، فليس من المهم أن يكون لدينا أيضا العتاد الأساسي في الدول الحليفة أم لا، فالأمر لا يتعلق بأن يكون هناك قرارا مهما بشأن هذا الموضوع. كيف ترون مستقبل عمل منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وما بدأ تأثر هذا المستقبل بمصالح الدول المنضوية في إطار المنظمة كل دولة على حدة؟ Of course, all the organizations, well,
بالطبع على كل المنظمات أن تتكيف مع الأوضاع التي تواجهها الآن. نحن نواجه مواقف صعبة وخطيرة جدا، وبالطبع ليس بطريقة مباشرة سنتمكن من التغيير، ولكن سنتمكن من التفاعل وإبداء ردة فعل لهذه التغييرات، وسنعمل قدر الإمكان على جمع قدراتنا العسكرية وأنشطتنا العسكرية، بما في ذلك ربما أيضا احتمال العمل على أعمال عسكرية مشتركة، وهذا أمر ينقصنا الآن لأن لكل دولة جيشها الخاص. ولكن في حال كانت هناك ضرورة لجمع قوانا بالإضافة إلى جيشنا، فأنا أعتقد أننا سنجري بذلك. نائب رئيس رابطة الدبلوماسيين الروس الدبلوماسي الروسي أندري باكلانوف، شكرا لك على المشاركة معنا.